هاي شغل، هاي دندورة، وهاي دي خيار، وهاي حراب. اسمعوا شو هذا ابو خالد، عمو خالد طباخ معلم. وهاي خيار انت طبعا نوع اول ما شاء الله. وهي خبز تازة. عمي شو بتعمل هون؟ انا كليت، انا كليت. هاي البندورة هون كلها عرض من المغرب طبعا، ها مصدر مغربي، بيورو 75 كيلو ما شاء الله. وعنا هون نفسها هاي معنا، هاي البقدونس الناعم، شايفين تازة كله تازة الحمد لله، والكزبرة خضراء وتازة. هاي الخس، هاي البقدونس الخشن الناعم، إنا النعناع، إنا الكزبرة، إنا الخبيزة ما شاء الله على الخبيزة كمان تازة، والسبانخ بسم الله. هاي السبانخ، هاي يلا جيتكم والله، ها ما شاء الله. هاي الباذنجان، هاي الباذنجان تركي، هاي الخيار علاب، هاي كل الفليفلات موجودة. اهلا عم، جيتنا من ابوردا، لكن هيك عم ابو مصعب. ها هلا راح تروح البضاعة لهنيك، بدلة جديدة. هلا من هون من هونيك خبيزة، هاي خبيزة عم شايف. هلا 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 بشوف ما تاكل هم، المهم تازة. وهي الكوسة، باذنجان في حجم وسط، حجم كبير. وهي البندورة النقرشة، الخيار اجى الخيار بعد غياب ما شاء الله. ها غياب طويل، ها شوفوا مع عرشة. طبعا القتة فرجيناكم نوع هنيك وفي نوع هون. لكن هاي القتة، نجي لهون البندورة تبع يوم السبت، هاي البندورة تبع يوم السبت بيورو وربع، شايف ما شاء الله. خدعم، وهاي الرمان، وهاي البرتقال، كريفون. شو رأيك عم؟ هلا على الشتويات دموي. وهاد الكرماتينا المصدر تركي، وطعمها ان شاء الله طيبه ان شاء الله. هاي التفاح، حجم كبير، حجم كبير، حجم صغير. السفرجل، العنب، الليمون، هذا خيار القتي خالص. ها هلا بصوركم هيك عم. ليش ما عم مصعب هنيك يكون الغراض، هنيك يكون عنده. انا ولا مرة اكلتها يا عم. يا ضلو ايه، يلا جيتك.